بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، نتواصل مع انطلاقة الشوط السابع والمخصصة للزمول محليات الأصايل من ميدان الوثبة عاصمة الميادين. نتواصل مع الصدارة والمقدمة والمركز الأول حشيم، هناك أيضا للسيد سعيد بن حمد بن مبارك المهيري أتواجد، وانتقل مباشرة مع المركز الثاني. يتقدم مياس للدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ، والمركز الثالث في هذه اللحظات متعب مبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي، هنا أيضا على المركز الثالث. المركز الرابع أعزائي المشاهدين، هناك أيضا الوصول في هذه اللحظات صوغان مطر بن محمد بن راشد الخيال الطنيقي أيضا على رابع المراكز. والمركز الخامس يتقدم هناك شاهين، ويتقدم السيد سالم بن حمد بن سلطان بن نابت المنصوري على المركز الخامس. أتابع المركز السابع، أتابع التحدي والإثارة. هناك أيضا أعزائي المشاهدين في المركز السادس، هناك الوصول أيضا للحام الرقم 37، هناك أيضا شاهين سالم بن علي بن راشد بن سويلم الاكتبي، والمركز السابع في هذه اللحظات. يتقدم شاهين سيف بن محمد بن سعيد الناصري هنا أيضا في هذه اللحظات. وهناك التقدم أعزائي المشاهدين متابعينا الكرام، وصل بن حاذة هنا أيضا مقدم لنا هذا الاسم تهاني. هناك سالم بن مطر بن حاذة الاكتبي على المركز الثامن والمركز التاسع من المكان الصعب ومن المكان الأيمن. هنا أيضا التحدي والإثارة والتسلل أيضا في هذه اللحظات، أحمد بن قنون بن سعيد بن حمد الفلاسي مع هملول، والمركز العاشر. هناك أرى شعار هناك أيضا جميل له صولات وجولات في سباقات الهجن العربية الأصيلة، الوصول من الشامخ محمد بن عبد الله بن ثاني النعيمي، هنا ايضا عاشق سلالة المختبر يتواجد مع المركز العاشر ومع هناك الشامخ. هكذا التحدي وهكذا الإثارة، هكذا العروضات الجميلة والاندفاع هنا ايضا على صدارة هذا الشوط. الصدارة هو المقدمة أعزائي المشاهدين متابعينا الكرام، حشيم ما زال على الصدارة، ما زال مع المقدمة سعيد بن حمد بن مبارك المهيري، هناك أيضا يتواجد مع هذا الشعار، يتواجد مع هذا الاندفاع، ويتواجد مع هذا الاسم الجميل. هناك أيضا انطلاقة الزمول محليات الأصايل، والثمانية كيلو مترات هي الحاضرة أيضا لهذا السن. المركز الثاني أتابع مياس، هناك الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ على المركز الثاني. والمركز الثالث وصل الطنيقي، هناك أيضا مقدم لنا صوغان مطر بن محمد بن راشد الخيال الطنيقي على ثالث المراكز. والمركز الرابع من اللي قادم في هذه اللحظات، وصل شاهين سالم بن علي بن راشد بن سويلم الاكتبي على المركز الرابع. والمركز الخامس الوصول من متعب مبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي. والمركز الخامس أشوف اللي قادم في هذه اللحظات، وصل شاهين سيف بن محمد بن سعيد الناصري، قدم شعاره في هذا الصباح الجميل ومع انطلاقة الشوط الخامس في هذه اللحظات، وحظى على الناموس هنا أيضا والتحدي والإثارة. بينما هناك الإثارة والانطلاق من المراكز الخلفية، بدأ هدير الزمول هنا يشكل خطر على المراكز الأمامية، والزحف هنا أيضا من المراكز الخلفية هنا أعزائي المشاهدين، وشعارات أبناء القبائل المنطلقة في عاصمة الميادين والمنطلقة بأمال المشاركين والمتابعين والحاضرين وعشاق رياضة الآباء والأجداد. وصول هناك من هملول أحمد بن قنون من سعيد بن حمد الفلاسي، ولكن أشوف اللي قادم شاهين، وصل بوظفيرة، وصل العامري، هناك أيضا مقدم لنا شاهين عبيد بن سالم بوظفيرة العامري. وهناك التحدي والإثارة أيضا من مشهور سعيد بن سيف بن معضد المشغوني، هنا وصل المشغوني مقدم لنا في هذا الانطلاق وفي هذا المسار انطلاقة مشهور. بينما هناك أيضا أعزائي المشاهدين متابعين الكرام، الشامخ هناك محمد بن عبد الله بن ثاني النعيمي قادم من المراكز الخلفية. هذا
هذا الشعار هناك الذي ينطلق دائما مع الأصالة، هكذا التحدي والإثارة. فركز يا أيضا أبو عسكور في هذا مع هذا الشعار ومع هذا الشوط، عودة إلى الصدارة مع المقدمة والتحدي والإثارة. هنا أيضا عبر شاشة أبو ظبي الرياضية الناقلة من قلب الحدث والناقلة من عاصمة الميادين. الصدارة والمقدمة ما زال حشيم هناك أيضا يقدم هذا العرض الجميل. سعيد بن حمد بن مبارك المهيري على الصدارة والمقدمة والمركز الأول، أتابع المركز الثاني، أتابع الإثارة هناك أيضا من مياس في هذه اللحظات. مياس قادم هناك ينطلق على المركز الثاني. الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ هناك أيضا قادم ومنطلق على ثاني المراكز. المركز الثالث صوغان، وصل صوغان وتقدم هنا أيضا مطر بن محمد بن راشد الخيال الطنيقي على المركز الثالث في هذا الشوط وفي هذا المسار. المركز الرابع أشوف اللي قادم مشتاق هناك، ولكن التحدي هنا أيضا في هذه اللحظات. سالم بن علي بن راشد بن سويلم الاكتبي تقدم مع شاهين وانطلق على المركز الرابع في هذا المسار وفي هذا الانطلاق، بينما المركز الخامس أشوف اللي قادم بو ظفيره، ولكن هناك ايضا من الجانب الايمن شاهين سيب بن محمد بن سعيد الناصري، وهناك الوصول ايضا في هذه اللحظات مشهور. وصل المشغوني هناك ايضا قادم من ميدان التراث لكي ينطلق مع انطلاقه مشهور، وسعيد بن سيب بن معضد المشغوني هناك ايضا قادم في هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، التحدي بنوك المستقبل تتواجد هنا ايضا وتنطلق في هذا الشوط الجميل والمميز هنا. التحديات والإثارة والانطلاقات المميزة هنا. أشوف اللي قادم سالم بن حمد بن سلطان بن نابت المنصوري انطلق مع شاهين، وعلامة الجودة هناك أيضا أعزائي المشاهدين المميزة دائما في انطلاقات سباقات الهجن العربية، تلاصيل موجودة هنا، ويتابع هذا الشعار هناك أيضا بن نابت، بينما أتابع اللي مع المركز السابع في هذه اللحظات. ولكن اختلط الحابل بالنابل هنا ايضا في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق. احمد بن قنون بن سعيد بن حمد الفلاسي ايضا منطلق مع هملول، تحرك هناك شاهين، تحرك الناصري، انطلق في هذه اللحظات وتقدم هناك ظبيان محمد بن سالم بن خليفه الاكتبي في هذا المسار وفي هذا الانطلاق. عودة إلى الصدارة، عودة مع التحدي والإثارة مع المركز الأول. الله 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 الله، ما زال المهيري هنا متقدم مع حشيم بشعار الحشمة في مكان الحشمة هنا أيضا مقدم لنا هذا العرض. سعيد بن حمد بن مبارك المهيري هناك أيضا يتواجد مع حشيم، ينطلق مع الصدارة مع المقدمة مع المركز الأول، أتابع المركز الثاني، تابع مياس هناك ايضا وانطلاقه مياس. الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيق على المركز الثاني والمركز الثالث. وصل الطنيقي مقدم لنا صوغان صوغان صوغان، هذه الماركه الجميله والمميزه والغنيه دائما عن التعريف. المركز الرابع شوفوا اللي قادم، شاهين سالم بن علي بن راشد بن سويلم الاكتبي على المركز الرابع. المركز الخامس يبغي له مراقبه هنا مع المركز الخامس في هذا الشوط، شاهين سالم بن حمد بن سلطان بن نابت المنصوري هنا. وصل بن نابت مقدم لنا شاهين وانطلاقته، بينما المركز السادس يا سلام يا سلام يا سلام، مشهور هناك ايضا بدا يتقدم مشهور هنا في هذا الانطلاق وفي هذا المسار الجميل. سعيد بن سيف بن معضد المشغوني هناك ايضا ينطلق بهذا الشعار مقدم لنا دائما الاصاله، ومقدمه ايضا هذه الماركة الجميلة والمميزة في شوط الزمول. يا سلام، التحديات والإثارة من الجانب الأيمن. أشوف شاهين عبيد بن سالم بظهيرة العامري هناك أيضا قادم في هذا الانطلاق وقادم مع هذا المسار. الله 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 يا الزمول، هنا تنطلق في عاصمة الميادين، والثمانية كيلومترات المخصصة لهذا السن المخصصة من ضمن اللجنة العليا لسباقات الهجن العربية
الأمامية الأصيلة المقدمة والصدارة المقدمة والصدارة المركز الأول هنا المنعطف الأخير المنعطف الأخير هنا يا سلام يا سلام مياس هناك ايضا ما زال على الصدارة الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ يتواجد مع المقدمة هنا مع المركز الاول ولكن المركز الثاني اشوف حشيم اشوف حشيم هناك ايضا سعيد بن حمد بن مبارك المهيري ولكن هناك الوصول من شاهين سالم بن علي بن راشد بن سويلم الكتبي وهناك تابع الكيلو الاخير الكيلو الخطير من الكيلو واللي ما بعده كيلو اللي يبغي يحرك يحرك واللي يبغي يروح يروح هنا ايضا شاهين شاهين وصل بالنابت تقدم بالنابت انطلق شاهين سالم بن حمد بن سلطان بالنابت المنصوري هناك ايضا يتواجد في هذا التواجد ينطلق مع المركز الثاني اتابع المركز الرابع اتابع ظبيان محمد بن سالم بن خليفه الكتبي وهناك الوصول ما ايضا الوصول من سالم بن مطر بن حاده الكتبي وتقدم سراب اللي ما يبنى له العفاري وصل وصل العفاري ولكن عوده الى الصداره المقدمه والمركز الاول الله 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 مياس 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 الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ هناك ايضا يتواجد هنا ايضا في عاصمه الميادين وهذا الشعار الذي دائما يستحق هنا الناموس مع ال 400 متر 400 متر وصول هناك ايضا جميل مشاهير سالم بن علي بن سالم بن سويلم الكتبي يا سلام الامتار الاخير الامتار المجنونة جولة الاوامر هنا السلام وهباوي هناك ايضا مع هذا الشوط الجميل يا سلام سلام عاصمة الميادين سلام لهذا الشعار الجميل والمميز مياس مياس الدكتور سعيد بن سالم العلي الشيخ هناك ايضا يتواصل مع الصدارة يتواصل مع الناموس ينطلق هناك ايضا ويندفع مع الامتار الاخيرة سلام سلام مياس سلام سلام على هذا الرقص الجميل المركز الثاني أتابع هناك الوصول من شاهين سالم بن علي بن راشد بن سويلم الكتبي المركز الثالث التواصل جميل هناك أيضا من سالم بن مطر بن حاضر الكتبي والمركز الرابع الوصول هناك أيضا من مزاحم سعيد بن علي بن محمد الهاملي والمركز الخامس كان من نصيب هناك الشامخ محمد بن عبد الله بن ثاني النعيمي هكذا التحية وهكذا التواصل وهكذا الانطلاق للخمس المراكز الأولى وهكذا لنا عودة مع التوقيت الزمني عشر دقيقة 26 ثانية خمسة أجزاء من الثانية فتانينا والناموس هناك أعزائي المشاهدين مع هذا الشعار هناك أيضا الجميل والمميز الذي حظى مع الناموس مياس الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ والمركز الثاني لحظات الوصول هناك أيضا أعزائي المشاهدين من شاهين سالم بن علي بن راشد بن سويلم المكتبي وأيضا 13 دقيقة مع المركز الثاني لحظات الوصول وأيضا 28 ثلاثة أجزاء من الثانية بينما المركز الثالث هناك التوقيت الزمني 13 دقيقة 28 ثلاثة أجزاء من الثانية وهناك أيضا الوصول والعبور إلى خط النهاية من تاني سالم بن مطر بن حاضر الكتبي فتانينا والناموس لجميع الفائزين